عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. تم خلال الاجتماع متابعة تطورات الأوضاع على صعيد التصدي للعمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء، حيث تم استعراض الموقف بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في هذا الصدد. وقد أشاد الرئيس بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاحتفالية تدشين مدينة العالمين الجديدة، والتي تواكب ذكرى مرور 75 عاما على معركة العالمين. واستعرض الرئيس أيضا ما تم تنفيذه من إجراءات لاستكمال إزالة التعديات على أراضي الدولة ومسارات السكك الحديدية، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.